فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، مع سنن الترمذي، مع سنن الترمذي كتاب الطلاق، وما زلنا قال باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان. روى المصنف بسنده عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. قال في الباب عن عبد الله بن عمر قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر ابن أسلم. حقيقة الأمر الحديث ضعيف، مظاهر ابن أسلم مجهول الحال والحديث ضعيف، وجاء موقوفا ومرفوعا: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. نعم، وهذا معناه أن العبرة في العدة بالمرأة ولا عبرة بحرية الزوجة على الحديث طبعا. وأيضا دل ذلك على مذهب الأحناف أن العدة على الحيض لا على الأطهار. لذلك قال أبو حنيفة: الطلاق يتعلق بالمرأة، فإن كانت أمة يكون طلاقها اثنتين سواء كان زوجها حرا أو عبدا. وقال الشافعي ومالك وأحمد: الطلاق يتعلق بالرجل. والحديث في ذلك ظاهر، الحديث في ذلك ظاهر: الطلاق لمن بيد من أخذ بالساق. فطلاق العبد اثنان وطلاق الحر ثلاث ولا نظر للزوجة. وعدة الأمة على نصف عدة الحرة فيما له نصف، يعني إذا انتصف الحيضة لا تنتصف. الله نسأل الله أن يتم عليها الشفاء، نسأل الله أن يشفيها ويتم عليها الشفاء ويعجلها بالشفاء. تقصدين من يا وفاء؟ تقصدين من؟ الله يتم عليها الشفاء يا رب، يعجلها بالشفاء. ونسأل الله أن يحفظها وأن يطيل في عمرها وأن يحسن في عملها. اللهم أمين يا رب العالمين. إذا الحنفية يرون أن الطلاق منوط بالمرأة. أيوه نسأل الله أن يعجلها بالشفاء. اللهم عجلها بالشفاء يا رب، اللهم عجلها بالشفاء يا رب، وأطل في عمرها وأحسن في عملها. اللهم أمين يا رب العالمين. رضي الله عنكم. نعم. أعتذر. أما مذهب مالك والشافعي وأحمد قالوا الطلاق يتعلق بالرجل، فطلاق العبد اثنان وطلاق الحر ثلاثا ولا نظر للزوجة. وهذا يعضد قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطلاق بيد من أخذ بالسبب. وعدة الأمة على النصف من عدة الحرة فيما ينتصف، فعدة الحرة ثلاث حيض والحيضة لا تنتصف، فيكون هنا عدة الأمة حيضتان. وإن كانت بالأشهر فيصح أن نقول عدة الأمة شهر ونصف لأن الشهر ينتصف. قال الإمام العلم الخطابي: اختلف العلماء في هذا، فقال الطائفة: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. وروى ذلك عن ابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس، وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. ثم ذكر الخطابي مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وأبو حنيفة احتج برواية عن ابن عمر مرفوع وهو حديث ضعيف: طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان. فجعل الأمر يعني على 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 النساء عدة وطلاقا. وهذا حديث فيه عمرو بن شبيب وعطية العوفي وهما ضعيفان. وحقيقة الأمر هو جاء موقوفا صحيحا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، لكن
الحديث الطلاق من أخذ بيد من أخذ بالساق حديث ظاهر جدا بأن الطلاق على الرجال ليس على النساء. ورد حديث عن مسعود الطلاق بالرجال ولا يبدأ بالنساء رواه الدرقني والبيهقي. وأيضا جاء موقوفا والمرفوع فيه كلام. الصحيح هو قول الجماهير وأن الطلاق بيد من أخذ بالساق وطلاق الأمة طلقتان وطلاق الحرة ثلاثة. قوله وفي الباب عن عبد الله بن عمر أخرجه ابن ماجه. وقال في حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم. مظاهر بن أسلم ضعيف أو هو مجهول. ما يجوز له أن يتنازل عن العصمة للمرأة إلا أن يقول لها أمرك بيدك وهذا مؤقت ليس على الديمومة. وحيث أخرج أبو داود وابن ماجه وقال أبو داود حديث مجهول. المدري ذكر له أبو أحمد نعدي حديث آخر رواه عن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ 10 آيات من آخر آل عمران في كل ليلة. ومظاهر كما قلت ضعفه أيضا أبو عاصم النبيل وقال يحيى بن معين ليس بشيء مع أنه لا يعرف لكن هو علة الإسناد. أبو حاتم قال منكر. هذا حديث وفيه طلاق الأمة تطلقان وعدة حيضتان حيضتان هو حديث دلالة لأبي حنيفة على ما يقول وأن الطلاق بالمرأة لكن حديث ضعيف. والقاعدة العامة عند العلماء الأحكام فرع على التصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به. وهذا فيه أن الرجل حدث نفسه بطلاقها ده حتى لو كتب على الراجع الصحيح لأنه من الكنايات لابد أن ينتوي طلاقه. قال تجاوز الله لأمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو ما لم تكلم به أو تعمل به. وهذا مخصص لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه. ولذلك قال العلماء إذا كتب لامرأته في رسالة أو بعث لها برسالة على الموبايل كما يقولون أنت طالق ولم ينتوي طلاقا ولم يحقق فلا يقع الطلاق. أما إذا فعل وانتهى طلاقا يقع الطلاق. الفوائد المستنبطة الطلاق بيد من أخذ بالساق. الأحكام فرع على التصحيح. من رحمة الله أن الله عفى عن الخواطر. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.